من ساعة ما بدأت سلسلة حرق الأحداث وانتم متفاعلين جدا معاها وبتشجعوني على ان افلس اكتر واكتر، بس طالما جيش الغلابة اللي بيتجابها في ظهري يبقى افلس عشانكو عادي. ومشكلة فيديو النهاردة ان كنت هنتحر حرفيا بسبب حظي. جدعان سكة ودغري، لو ما جاتش في دي انا هنتحر، انا هرمي نفسي من البلكونة، اصل مش صرفت كل ده على الفاضي وفي الاخر ما جليش حاجة، حرام يعني. يلا السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم فيديو جديد من قناة دريتوس جيمينج. فيديو النهاردة رجالة هيبقى فيديو جامد جدا، عشان فيديو النهاردة هنكمل سلسلة الحرق الجامدة جدا اللي انتوا بتحبوها، والسلسلة اللي على طول بنطلع فيها الترند على طول. جيش الغلابة اللي بيتغابة بيكسر الدنيا في الترند، طلعنا الفيديو اللي فات في الترند، فان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة يطلع في الترند، فحط لايك وسبسكرايب وفعل الجرس وظبط الكلام عشان نظبط الدنيا كلها. وحرفيا انا بحبكم جدا جدا، وخلاص هانت على 100,000. ولو انتوا نسيتوا افكركم ان انا وعدتكم ان لو جبنا 100,000 في الشهر ده او الشهر اللي جاي هسمي الدرع باسم جيش الغلابه، هكتب عليه جيش الغلابه واصوره وانزله لكم ان شاء الله لما نعمل فيس كام. وبس النهارده هتشوفوا حظ، استغفر الله العظيم، حظ يعني، انتوا هتشوفوا المنظر. وكمان في مشكله اخدت بالي منها، وهو الحاجات اللي بتنزل في فري فاير دلوقتي، نزل الكنزه السوداء والحاجات النادره والشنط النادره بتاعه زمان. اجدعان اقسم بالله انا خايف انام اصحى الاقي الساكوره في الجولد رويال، يعني هو ده اللي ناقص والله العظيم، ما استبعدهاش عن فري فاير. فيعني توقعوا كده في الكومنتات يا جدعان، ممكن يرجعوا الساكوره تاني ولا مستحيل؟ وبس خلينا نوصل الفيديو ده 5,000 لايك واسيبكم مع الحرق الجامد جدا. طب يا جدعان بعد ما ظبطنا كل حاجه وظبطنا الساكوره وقلعناها كده عشان نخش على الحدث، انا بحب يا جدعان لما اجي احرق كده اقلع الساكوره عشان يخش يفرم ام المكنه اللي هي في اللعبه، مش دماغك ما تروحش لبعيد. ها المهم دلوقتي ان انا مش فاهم اي حاجه، كل اللي انا فاهمه ان انا المفروض البتاع اللي هو اللي فوق دي اجيبها يمين وشمال بالزرارين اللي تحت دول وادوس التقاط، تمام؟ وكل 10 التقاطات صح، كل 10 التقاطات ب 185 جوهر، تمام؟ وعندنا صندوق السوبر، وعندنا صندوق سوبر عادي ايه ده؟ وانا داخل اشتري سندوتشات وايه اللي صندوق عادي وصندوق سوبر وصندوق سوبر كبير؟ والله العظيم يا جدعان لو راح اجيب اكل مش هيسموهم كده. المهم يعني ان صندوق السوبر الكبير ده ده اللي هيجيب لنا الحاجات النادره او الحاجات يعني. المهم ان صندوق السوبر الكبير ده اللي هيبقى فيه نسبه اكبر من الحاجات النادره انها تيجي، تمام؟ فخلينا دلوقتي نشتري اول 10 التقاطات. يخرب بيت الضحك والله، احداث غريبه فري فاير بتنزل. المهم انها بتنزل احداث وخلاص، المهم ان في فلوس هتتدفع. ماشي يا فري فاير، ماشي يا فري فاير. والله العظيم يا جدعان خايف اصحى الصبح الاقي الجولد رويال فيه الساكوره، يعني كل حاجه نادره نزلت يا جدعان، كل حاجه حرفيا نادره نزلت، والشنطه دي كمان نادره، والبتاع الاسود ده نادر، كل ده نادر يعني، مش عارف اقول لك ايه يا فري فاير بصراحه. المهم دلوقتي يا جدعان توقعوا في الكومنتات اللبس كله هيجي لنا بعد كام التقاط او بعد كام نازله او بعد كام بتاع، انتوا فاهمين بقى. فخلينا دلوقتي نجرب اول واحده ونقول بسم الله. وطبعا الصندوق اللي هو العادي ده مش هيجي لنا منه حاجه، ممكن اعمل تخطي فتح الصندوق ده لنا مش عارف حاجات غريبه كده. ماشي يلا التقاط الثانيه، وخلينا نشوفه ايه اللي هيجي لنا. المفروض ده صندوق سوبر، فده المفروض يجي لنا في حاجه كويسه، جالنا اسلحه. ماشي يلا التقاط تاني عشان انا عايز اوصل للصندوق السوبر ده ونشوف حظنا هيكون عامل ازاي. فتح الصندوق جالنا سنايبر، وبسم الله بقى صلى على النبي كده يا جدعان، صلى على النبي عشان احتمال نشوفه تهانينا وقلبنا يتغسل كده ونشوفه الحاجات الجميله. التقاط يلا بينا بسم الله كده، يلا هي جايه هي جايه، انا عايز بتاع الاسود ده، انا حاسه جايه يا جدعان بسم الله كده، يلا من غير ما ابص هي جايه، قلت لك البتاع الاسود يا جدعان. اقسم بالله انا سالك، انا بقول لك اقسم بالله انا سالك، عشان انا ما اعرفش والله ايه اللي هيجي، هعرف ازاي؟ فجالنا زي ما قلت لكم بتاع الاسود، والله يا جدعان بقول بالحظ، سلكان ده جمدان، رائع جامد. طب المفروض اعمل تحديث ولا اعمل ايه؟ المفروض نعمل تحديث عشان يجي لنا صندوق السوبر عادي. التحديث بكام جواهر؟ ب 10 جواهر، تمام. دلوقتي احنا معانا نلفه 10 جواهر كمان. انا عايز يا جدعان صندوق سوبر، انا مش عارف بعمل ايه. ايوه انا عايزها كده، عايز اللي هو صندوق سوبر كبير وبعديه صندوق سوبر عادي، وعشان فاهمين انتوا الدنيا تبقى الطف. خلينا نعمل التقاط، احنا عايزين بقى البنطلون بقى، انا مش فارق معايا بصراحه الشنطه قوي ولا الحاجات دي عشان معايا شنطه الساكوره اصلا، انا اللي فارق معايا البنطلون والكنزه السوداء ولا مش عارف اسمها ايه، تمام. وفتح الصندوق ماشي،
دي بقى يعني يا رب يجي لنا حاجه، ممكن يجي لنا حاجه من صندوق السوبر اللي هو العادي ده، خلينا نعمل فتح جالنا السكنات. طبعا احنا كل ده هنفتحه ولسه هنخش جيم، والفيديو هيبقى جمدان كده يا جدعان، فيديو مليان عن سلكان. بصوا يا جدعان ان شاء الله السلكان يشتغل يعني، ويجي لنا البنطلون. انا عايز البنطلون او شنطه يعني، مش ايه ده في ايه؟ فشل التقاط ايه؟ فشل التقاط ايه؟ فلوسي فين؟ ايه ده لقد حصلت على طعم حيوانات ايه؟ بقول لك عايز بنطلون، فشل التقاط ايه؟ هي فيها من كده؟ ايه ده يا جدعان التقاط؟ اوعى تقول لي فشل تاني. ايوه اطلع بالصندوق كده. ايوه فلوسي فين؟ فلوسي فين؟ ايوه يلا بقى بسم الله بقى، صلوا على النبي كده يا جدعان، رواه ورواه عشان نشوف السركان ان شاء الله. وش دبانه. وش دبان، شفتوا السركان؟ السركان ودانا في داهيه، استغفر الله العظيم يا رب. خلينا نعمله 10 يعني، نشتري 10 التقاطات تانيه، ندوس نعم يا ابني ونحدث ب 10. احنا معانا كام جوار؟ معانا 4200 على فكره. انا حاسس ان تعالى اسمه ايه ده، نحدث تاني، يستغفر اخر تحديث، اخر مره اخر مره. انا عايز ايوه بس كده، انا عايز كده تمام، اللي هو يبقى الثلاثه تحت بعض تمام. خلينا كده ايه ندوس التقاط. على فكره يا جدعان حاسسها مش مكلفه يعني، حاسسها مش مكلفه خالص زي الاحداث الباقيه زي اللاكي رويال والحاجات دي. فتح الصندوق يلا، مش مهم الحاجات دي، مش مهم، احنا عايزين بقى ايه صندوق السوبر، وصندوق السوبر كبير. وانا حاسس رايح اجيب وجبه، والله العظيم رايح اجيب وجبه، مش نازل احرق في لعبه. يلا 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 يا عم، يلا يا عم جيب لنا حاجه في صندوق السوبر ده، استغفر الله العظيم. التقاط يلا بسم الله بقى، بسم الله ان شاء الله جايه. هي البنطلون، انا عايز البنطلون يا عم، يا عم استغفر الله العظيم يا رب. طب انت ايه فري فاير جامعك بايه؟ فري فاير انت جامعك بايه يعني؟ انت بتشوقينا حرفيا وما تدوقيناش، انت تبداي معانا كده تدينا حاجه نادره وحاجه جامده، وبعد كده ما تديناش اي حاجه. هل ندوس تحديث وكفايه صياح؟ كفايه صياح، الله يخرب بيوتكم. اهو اهو يا عم هات البتاع ده كده، ماشي حلو حلو. هو كده في النص ولا تيجي عليها؟ ماشي دوس التقاط. ايه ده؟ اه كده كده. ايه ده مش عارف والله، لقيته فتح في النص بس ما علينا، جالنا صندوق مش عارف ايه. دوس التقاط تاني يلا يلا يا عم، يلا يا عم خلصنا يا عم. واحنا ممكن نعمل تخط، مفيش تخط هنا. ماشي دوس يلا بسم الله بسم الله يا جدعان، حطوا لايكات يا جدعان، حطوا لايكات وظبطوا الكلام دي بقى لاجل كل واحد حط لايك، وان شاء الله البنطلون جاي. انا بص انا لو جبت البنطلون انا مش عايز حاجه تاني. يلا بينا بسم الله بسم الله. هي هو البنطلون ايه ده؟ استغفر الله. ايه يا فري فاير يا فري فاير؟ فواقع يا فري فاير، فواقع يا فري فاير، عشان كده عيب كده، عيب وما يصحش. شغل تشوق ولا تدوق ده سيبك منه. يلا بينا. ايوه هات كده بسم الله بسم الله. انا حاسسها جايه البنطلون، انا حاسس البنطلون. يا لهوي انا يا جدعان هيجي لي حاجه، هيجي لي شلل ولا هيجي لي، هيجي لي حاجه كده، استغفر الله العظيم يا رب. طب ايه يا فري فاير جامعك بايه؟ فري فاير جامعك بايه؟ فري فاير والله العظيم شغل شوق ولا الدواء ده سيبك منه سيبك منه، ما احنا كلنا فهمناه خلاص. يا عم افتح يا عم افتح يا افتح يلا افتح يلا كب يلا كب. فتح الصندوق ماشي، ليس لديك فرصه التقاط. اه ما انتوا هتشحتونا قبل ما تجيبوا لنا البنطلون ولا الحاجه اللي احنا عايزينها. بس انا جات لي الكنزه السوداء بصراحه يعني، يعني بصراحه انا مش عايز اطمع، انا جالي الكنزه السوداء، فخليها دلوقتي نفتحها. انا مش عارف انا صرفت كام. يا فري فاير يا فري فاير ما تزهقنيش يا فري فاير. اكل قطط ايه ولا كلاب ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. افتح يا عم برضو برضو فشل اكل قطط برضو. طب انا يعني اشتم طب ولا اعمل ايه؟ طيب يا جدعان يا جدعان اكل، قول لي اكل قطط بقى. طب انا يا جدعان اقول ايه؟ طيب اقول ايه؟ طيب استغفر الله العظيم يا رب. يا فري فاير انجز يا فري فاير. ايوه اطلع بالصندوق بقى، هي جايه بنطلون دي، طالما علقت شويه يبقى الفرج جاي، الفرج جاي اه يا فري فاير، اه يا فري فاير والله العظيم حجنا يا جدعان، حجنا يا جدعان. مش عايز اصرف انا حاجات كتير على ام الحدث ده، انا عايز البنطلون، انا عايز البنطلون بس، استروني استروني، انا عايز البنطلون. تخيل يعني انا لو بشحت مش هعمل كده. يا فري فاير انجزي يا فري فاير انجزي، فواقع معانا عشان كده كتير بصراحه. وانا بقول مش هتصرفوا عليه كتير، ده طلع فري فاير لسه في موضوع تشوق ولا تدوق ده. ماشي فتح صندوق، جالنا وش دبان. اعمل ايه انا بوش دبان؟ اهو دي سالكه بقى، دي سالكه بقى، دي بقى السلكان كله. فتح صندوق كده، اه صندوق غنام اجزاء شخصيه حياته. طب انا اعمل ايه بشخصيه حياته؟ انا حياته ايه ولا زفته ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ماشي ماشي يعني بصوا يا جدعان، المؤمن دايما مصاب، فاحنا لازم نجيبه 10 كمان. واوعى تيأس، اوعى لحياتك كده تيأس، انزل يلا انزل يلا واصرف يلا، ابسط نفسك يا لهوي. بصوا يا جدعان سكه ودغري يعني هصرح لكم بحاجه كده، انا لو مش حوار فيديوهات الحرق ده او المحتوى او انتوا بتحبوا تشوفوا الحاجات دي او اليوتيوب عامه، ما كانش زماني حرقت اصلا حرفيا يعني. فانت لو مش مستفيد من الحاجات دي يعني ما تحرقش، والله نصيحه مني ما تحرقش، اصل انت مش مستفيد حاجه يعني، دي في الاخر لعبه يعني فاهم.
والناس اللي بتتكبر باللبس وبالكلام ده دي ناس فاضيه تمام، والناس دي كمان تعبانه والله العظيم الناس دي تعبانه. انا معلش هتكلم معاكم شويه، الناس دي حرفيا استنى اطلع لي كده، الناس دي حرفيا تعبانه عشان هم في الحقيقه ما عندهمش شخصيه اصلا، فهو لما يعني لما يصدق بقى يلاقي حاجه في اللعبه يعرف يشوف نفسه بيها على الناس ومش عارف ايه عشان هو اصلا ما عندوش شخصيه. فانت اول ما حد يتكبر عليك قول له ربنا يهديك، بس قول له ربنا يهديك عشان دي في الاخر لعبه والله العظيم يا جدعان. عيال صغيره اللي بيعملوا كده دول عيال صغيره. المهم بصوا عشان الساكورة هياخد برد كده، فخلينا نجيب له الكنزة اللي السودة دي جامدة جامدة مع الساكورة يا جدعان جامدة كده. ايوه هات بقى ام الحدث تاني فين، صمم سيارتك ايه، رفعت الجواز، يا رب يا رب يا رب صبرني يا رب يا رب صبرني. هي دي هي جايه اهي، سلكان بقى والبنطلون بقى بالله عليك البنطلون عشان ابقى راضي كده ابقى مبسوط كده بسم الله. يا جدع يا جدعان يا فري فاير فيها فري فاير فيها فري فاير بجد والله في ايه، استغفر الله العظيم يا رب. ايوه هات 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 هي سالكه دي بقى ان شاء الله. صلوا على النبي يا جدعان، دي الاجل كل واحد من جيش الغلابه. حطوا لايكات يا جدعان وسبسكرايبات يا جدعان، انا بتعب يا جدعان بتعب نفسيا قبل ما اجيب لكم الحاجه دي والله العظيم بتعب نفسيا. انتوا زي ما انتوا شايفين فري فاير بتعمل فيها ايه، شغال بتجيب لي في وش دبان وتجيب لي في زفت اسمه ايه ده كان اسمه ايه الاكل قطط وحاجه استغفر الله العظيم. هي بقى ان شاء الله بص بص اكل قطط دي صح، اكل قطط لا دايموند رويال حلو حلو دايموند رويال حلو ماشي بسم الله. هي الفتحه دي ماشي يلا يا جدع يا جدع يا جدع، صرفت كتير يا جدع حرام عليك يا فري فاير حرام عليك. ايه ده استغفر الله العظيم، انا مش هحل النهارده انا سكه ودغري مش هحل. تحديث يا عم هات تحديث كمان يلا يلا، ما احنا فلوسنا استغفر الله العظيم كتير. هات يا عم هات كده هات ده ايوه يلا التقاط. اه وفي حاجه كمان عايز اكلمكم فيها، في ناس بتكتب لي في الكومنتات حرام عليك اللي انت بتعمله حرام عليك قاعد بتفتح وتصرف ومش عارف ايه احلى لعبه. انا عايز افهمك حاجه بس ان ده شغلي، ده حرفيا شغلي ان انا بكسب يعني انا مش بخسر بس انا بكسب برضو. فانا عايز افهمك ان ده شغل بالنسبه لي يعني بصرف في حاجه وباخد فلوس من حاجه ثانيه. فهمتوا الدنيا ولا ما فهمتوش الدنيا؟ المهم دلوقتي خلينا في الزفت اللي قدامنا ده وهتفلت ولا فلتت الحمد لله. والله عارف يا فري فاير ده من دروال ماشي، خلينا نفتحه كمان يلا فري فاير بقى يا فري فاير. اكل قطط اكل قطط اكل قطط على طول يا جدعان استغفر. هي جايه بقى ان شاء الله ان شاء الله. هي دي يا جدعان دي الاجل كل واحد صلى على النبي دلوقتي يلا صلى على النبي وحطوا لايكات وظبطوا الكلام وفتح الصندوق و وجالنا صندوق غنائم سلاح مارد الوردي الوردي. اسلك 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 ماشي افتح كده افتح ما علينا انا اسف بقى انا اسف. فتح صندوق صندوق مدفع متعدد ماشي صندوق ايه هجينا ايه تاني والله لازم احس نفسي في مطعم ماشي صندوق ايه صندوق غنائم المنفذ المنفذ المنفوذ ماشي فتح صندوق يلا بينا. الفيديو داخل في 11 دقيقه ولسه ما جبناش حاجه ماشي يلا يلا يلا, يلا. طب جيب لنا سكايلر طب اي حاجه اهي سالكه هي دي سالكه دي باينه عليها دي بقى صندوق غنائم اجزاء شخصيه حياته. اه يا حياته يا اهيته اهيته يالا اهيته ماشي ماشي استغفر الله العظيم يا رب. ما انا هجيب البنطلون انا هجيبه يا جدعان احي انا معيش غير ماشي هات 10 كمان انا كده يا جدعان جبت كام لفه انا جبت كده بكتير قوي يا جدعان انا جبت بكتير قوي قوي يعني ماشي بس هجيب البنطلون برضو سكه ودغري هجيب البنطلون. بعد كل ده بقى يروح طالع لي شنطه وانا اصلا مش محتاج شنط انا معايا شنطه الساكور عامل ايه بدول والله يا جدعان سكه ودغري حاسس ان الساكوره هترجع وكل ده. اصل فري فاير اي حاجه فيها فلوس هي بتدوس فيها على طول. دي سالكه اهي دي سالكه فتح صندوق صندوق شخصيه حياته. يخرب بيت امك يا حياته يخرب بيت اللي خلفوك يا حياته بكره اللي جايبين امك يا حياته استغفر الله العظيم يا حياته بقى مش عايز يا فري فاير حياته 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 ايه بس وقرف ايه استغفر انا بعمل ايه انا شغال بقى بعمل تحديث على ايه. افتح يا عم كده بيجي لنا حاجات استغفر الله العظيم. جالنا ايه اسلحه النمر المصارع. اصل انا قاعد بلف بقى ومحتاج النمر المصارع انا محتاج النمر المصارع ده اللي كان ناقصني فعلا حزمه رائد الفضاء. يا جمال التحديث ايه بس يا فري فاير انا ما كنتش عارف العب اللعبه ازاي من غير حزمه الهياته دي ولا حزمه راس الكونكر ماشي ماشي فتح فتح يلا يا جدعان هتشل يا جدعان هتشل والله العظيم. فتح صندوق ايه صندوق غنائم وولفر وولفر يا لهوي يا وولفر. طب ما تجيب لنا حياته اصل انا مش قادر انا كان نفسي في حياته قوي يعني انا بفتح كده انا هموت واجيبها استغفر انا هتجنن يا جدعان والله العظيم. الطاقه خلصت الطاقه خلصت مفيش صياح وش دبانه ماشي فتح فتح فتح. هي بقى جاي يا جدعان حرام كده في ايه استغفر الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هو جالنا ولا ايه
جالنا التيشيرت صح، استنى كده، جالنا من صندوق عادي، جالنا التيشيرت اللي هو يعتبر نادر برضو منهم. وريني وريني وريني، مش ده يعتبر برضو نادر يا جدعان ولا ايه؟ ولا انا بهبد ولا ايه؟ الله يخرب بيوتكو. هات يا عم، هات هات. بص انا هملط الساكورا خالص والله، انا ملطه خالص. هات يا ابن الساكورا كده، او انا داخل لكم ملط ام اللعبه دي. وهات كده، فين رفعه الجواز؟ انتقل الى رفعه الجواز يا عم. انجز يا عم، يا عم انجز يا عم. بس احنا اهو يا جدعان، جالنا ده، جالنا اللي في الصوره ده. ومتهيألي ليس لديك فرص يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. خلينا ماشي، يلا بسم الله بسم الله. اوعى تيأس يا ابني، اوعى تيأس يا ابني، هعيط. ماشي، الصندوق مش عارف ايه، بسم الله. اوه البنطلون بقى، هو ده البنطلون، البنطلون جه خلص. فتح فتح فتح، صندوق سلاح رايجر الجمجمه. اه تحديث يعني، ما فيش تعليق والله. هقول ايه طيب، هقول ايه طيب، استغفر الله العظيم يا رب. اعمل يا عم فتح يا عم، جالنا ايه؟ يلا يا عم بسرعه. صندوق غنائم وولفر، ومش وولفر ده بسكوت برضو ولا. ماشي ماشي، افتح يا ابني افتح افتح. وش دبان الهيكل العظمي. انا فعلا انا كنت محتاج الحاجات دي فعلا. انا كنت فاتح كده فري فار، عايز عايز الحاجات دي. بص جاي لي بكيني، جاي لي اكلوتات اكلوتات ولا ايه؟ صندوق مطلق الستره، مطلق الستره، يخرب بيت الستره. افتح يا عم بنطلون بقى، بسم الله. هي جايه البنطلون بقى، فين السلكان بقى يا عم؟ فين السلكان بقى؟ ما انا قاعد اقول لكم في السلكان، وجبت لكم الكنزه السوداء والكنزه الزفته، ومفيش سلكان في الاخر. التقط يا عم، التقط يا عم، التقط يا عم، انا هتجنن يا عم. الفيديو داخل في ربع ساعه وما جبتش حاجه. الله يخرب بيتك يا فريف يا جدعان. هو في حظ كده بجد؟ في حظ كده يعني؟ في حد حظه كده يعني؟ انا الحمد لله ما نقدرش نعمل اي حاجه غير ان احنا نقول الحمد لله. التقط يا ابني، ليس لديك نقاط كافيه. اه ما احنا نشتري. ماشي ماشي، عيط عيط والله العظيم. افتح يا عم، يا رب يطلع على طول. هي سالكه دي، بص انا حاسسها، انا حاسسها. صندوق فالكو فلامينكو، صندوق 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 انا اتجنيت، انا تعبت، انا اتجنيت اتجنيت، انا اتجنيت خلاص، اتجنيت بسبب ام الحظ ده خلاص يعني، تعبت. استغفر الله العظيم يا رب. بسم الله يا عم، يا عم ان شاء الله يا عم. صندوق دبانه والله العظيم يا جدعان، الطاقه خلصت. ربع ساعه بفتح، ربع ساعه بفتح، مش عارف اجيب حاجه يا جدعان. طب اعمل ايه طيب؟ طب اعمل ايه طيب؟ انتوا قولوا لي طيب. اكل قطط يلا. صندوق السترة الذكية، اه طبعا، ايوه ايوه. افتح يا عم افتح يا عم يا جدعان. يا رب ادعوا يا رب، يا رب يا رب يجي لنا حاجة، يا رب يا رب يجي لنا حاجة. يا عم يا عم، ساحة القتال ايه؟ تحديث، استغفر الله العظيم يا رب. التقاط يا عم، يا عم التقاط يا عم، هي جاية. بص يا جدعان، سكة ودغري تعبت، سكة ودغري تعبت. الفيديو داخل في تلت ساعة وما جبتش حاجة. طب انا اقول ايه طيب؟ ده انا كنت ناوي العب معاكوا جيم يا جدعان، كده مش هلعب خلاص، كده مش هلعب، كده هعيط. واتجنيت والدنيا باظت. افتح يا عم افتح يا عم افتح افتح. اخر لفه، اخر فتحه دي، انا حاسسها جايه. صلى على النبي يا جدعان، اوعى تفقد الامل. بسم الله، ايه ده؟ جالنا ايه؟ جالنا جالنا اسلحه. اه يعني يامه، اه يعني يامه، يعني يامه، انا اتجنيت خلاص وتعبت. انا تعبت، تعبت نفسيا والله، والله العظيم تعبت نفسيا. افتح يا عم الصندوق، افتح افتح. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم، الله يخرب. مش فري فاير طبعا، عايز اخش الشراكه برضه يا جدعان. ما اقدرش اشتمها، انا بشتم بشتم الحزمه دي ولا البتاع الصناديق دي. افتح يا عم صندوق مدفع متعدد، افتح يا جدع. انتوا زهقتوا يا جدعان ولا لسه مكملين الفيديو يا جدعان؟ ما انا طب اعمل ايه طيب؟ مفيش حاجه عايزه تيجي طيب. اعمل ايه طيب؟ استغفر الله العظيم يا رب. التقاط التقاط، هي إيه جايه ان شاء الله. بسم الله بسم الله، فتح صندوق بسرعة. طب يا جدعان مفيش هنا اللي هو بسرعة يعني سرع؟ مش عارف والله، او افتح خمسة مع بعض كده التقاط بسرعة. يلا 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 عشان زهقت. هي جاية، بص يا جدعان انا هفضل افتح، افتح 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 لحد ما يجي. هو البنطلون جاي خلاص. استنى، اكل قطط؟ لا، صندوق موضة قديمة، ما انا كنت محتاج اصل الموضة القديمة انا. ايه اكل قطط؟ صندوق العين الواحدة، اه طبعا انا كنت محتاجه برضه. افتح يا عم يا جدعان، ما تطلعوا ام الصندوق يا جدعان، هو محشور ولا ايه؟ في ايه ما تطلعوه؟ ليس لديك فرص طبعا. طب هات كده واحده، ممكن يجي لنا البنطلون مره واحده. هات كده هات كده، ممكن يجي لنا البنطلون ويبقى سالكين كده وتبقى جامده كده. فتح فتح يا جدع، هفتح دماغك يا بيت، هفتح دماغ، انا هفتح دماغك. اه اتجنيت والله العظيم، انا دماغي بقت تعبانه. بص يا جدعان، سكه ودغري اخر 10 لفات دي، دي اخر 10 لفات، اصرفت كتير قوي، كفايه كده، حرام حرام بجد والله. افتح يا عم افتح يا عم يا عم افتح يا عم
افتح حمد انا هفتح دماغي دلوقتي، انا هخلص ام البتاع ده وانط من الشباك هنتحر. انتحرت بسبب حظك يا جدعان. سكه ودغري لو ما جاتش في دي انا هنتحر، انا هرمي نفسي من البلكونه، اصل مش صرفت كل ده على الفاضي وفي الاخر ما تجيليش حاجه، حرام يعني. يلا يا عم فتح صندوق بسم الله. يا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. طب انا اعمل ايه؟ طب يا جدعان اعمل ايه؟ طب في حظي ده اعمل ايه بجد؟ والله والله العظيم مش عارف اعمل ايه. فتح يا عم الصندوق يا عم، فتح بسرعه. جاي لي بكيني. طبعا كنت هحتاج انا البكيني. بص يا جدعان سكه ودغري انا مش عارف اعمل ايه. فتح يا ابني، فتح يا ابني الله يخرب بيتك يا ابني. فتح ماشي، جالنا صندوق. يلا انجز انجز انجز، 20 دقيقه يا كفره. فتح الصندوق جالنا البنطلون اخيرا اخيرا يا جدع. ايوه كده ايوه كده يا عم، كان فينك من زمان؟ استغفر الله العظيم يا رب. لازم نتعصب يعني، نقول هننتحر ونعيط ونعمل. هات يا عم هات هات الكنزه السوداء. فين الكنزه السوداء؟ كنزة قلبي وحياتي وكوبولاتي وإلا انا بقوله ده. ماشي هات كده بقى البنطلون بقى. عالجمال بقى، عالجمال. خلينا بالزنوبه ولا نلبسه ايه؟ نلبسه ايه؟ خلينا بكوتش ابيض كده جمال يا جدعان، ده جمال. وبس كده يا جدعان، هو ده كان فيديو النهارده بعد اللي حصل ده. والله العظيم تعبت يا جدعان، والله العظيم تعبت. ولو وصلت لحد هنا اكتب هاشتاج اخر دقيقه وحظي، استغفر الله العظيم يا رب. المهم دلوقتي يا جدعان ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always